السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا بعدنا بشابتر الجاسترو انتستينال سيستم، تمام، ووصلنا موضوعنا اليوم النوزيا اند الفوميتنج. يعني راح ناخذ ادويه تعالج لنا النوزيا والفوميتنج، يعني تعالج لنا لعبان النفس، التقيؤ، تمام. ادويتنا هن ثلاثه: بروكلوبرازين، ميتوكلوبراميد، آن دومبيرادون، تمام؟ هذا اللي يعالج لنا النوزيا آند الفوميتينج، يعالج لنا لعبان النفس والتقيؤ. بروكلوبرازين، ميتوكلوبراميد، آن دومبيرادون، تمام. عندنا بعد علاج هنا صاير خطأ أثناء عملية يعني بالنسخ، اللي هو السينرازين. السينرازين يقول لك هذا أني أستخدمه كل الشائع بالموشن سيكنس. هسه طالب يسألني شنو الموشن سيكنس؟ أقول لك الموشن سيكنس هو السفرة، إنه شخص من يسافر ظل نفسه تلعب. نعطيه السينرازين، تمام، قبل ساعتين، تمام، قبل لا يروح، قبل لا يسافر. عيد أدويتنا: بروكلوبرازين، ميتوكلوبراميد، دومبيرادون. هذا اللي يعالج لنا النوزيا والفوميتنج. وعندنا السينرازين هنا أنا ما مكتوب اسمه، يستخدم للموشن سيكنس، للعبان النفس، نقول له اخذ قبل ساعتين او قبل ساعه، تمام. زين، اساعدنا بروكلوبرازين وميتوكلوبرامايد ودومبيرادون، منو افضل واحد تفضله؟ اكيد افضله انا اكثر واحد، اللي هو دومبيرادون، هاز ذا ادفانتج اوفر ميتوكلوبرامايد اند كلوبرازين. يعني افضل من الميتوكلوبرامايد والبروكلوبرازين. زين، ليش؟ لانه ذن الادويه اللي هو الميتو والبروكلو شني شو يسوونه؟ دايستونيك رياكشن، تفاعل دايستونيك مثل التيتانوس، يعني خاصه بالاطفال هذا راح يعبر لنا الحاجز الدماغ مالتهم ويعطينا تفاعل، فد رياكشن راح يصير عندهم، فالشخص يكون مثل الانشمر، تمام، الطفل خاصه. اما الدومبيرادون افضل من عندهم، ما يقدر يختبر حاجز الدماغ. تعالوا هنا، الميتو والبروكلو الدومبيرادون أفضل منهم. ليش؟ لأن الدومبيرادون ما يعبر حاجز الدماغ، أما الميتو والبرو يعبرن. زين، إذا عبرن شنو راح يصير؟ يسبب لنا فد شيء يسمونه دايستونيك رياكشن، تمام؟ مثل الطفل راح ينشمر. فيعني من هاي النقطة، هل أقدر أوصف ميتوكلوبرامايد للطفل؟ أقول له لا. هل أقدر أوصف بروكلوبرازين للطفل؟ أقول له لا. دومبيرادون هو أفضل واحد وتقدر توصفه، لأنه ما يخترق لي البي بي بي، حاجز الدماغ. هنا خلنا نجي على كل علاج انفسره أكثر. الميتوكلوبرامايد، تمام، هذا اللي هو البلاسيل معروف، يعبر لنا حاجز الدماغ، نطين بحذر للأشخاص اللي قبل 20 سنة. ليش؟ لأن يعبر لنا حاجز الدماغ ويطينا دايستونيك رياكشن، مثل الطفل راح يصير ينشمر، الشخص ينشمر، البلاسيل، تمام. وبعد فد شغلة لازم احنا نحسب جرعته، يعني هسه البراستول نطي ابو 500 ابو 1000، تمام، ما عندنا بي مشكلة، لكن جرعة البلاسيل اللي هو الميتوكلوبرامايد نحسبها شلون؟ ناخذ الوزن الشخص، مثلا شخص وزنه 50 كيلو انضربه في 0.5، ايش قد راح يساوي لنا؟ 5 ملي غرام، اذا الجرعه، تمام، يعني نضرب الوزن في 0.1، اذا وزنه 40 في 0.1 4 ملي غرام. ميتوكلوبرامايد بلاسيل يعبر حاجز الدماغ، خاصه الاشخاص اللي قبل 20 سنه، نحسب جرعته، الوزن في 0.1، والجرعة راح تطلع لي بالمليغرام، هي هاي اللي راح نحسبها. الدومبيرادون المفضل عندي طبعا، اللي هو ما يعبر حاجز الدماغ، يسمونه موتوليوم او دومبي، هذا دومبي او موتوليوم، تمام، كل الشائع، اقل عبور لحاجز الدماغ، تمام. زين، احنا نعرف انه المرأة الحامل اول 3 اشهر الى 4 او شهرين يصير عندها لعبان بالنفس كلش قوي، تمام؟ فاحنا
ما نقدر نعطيها دومبرادون، وكذلك ايضا ما نعطيها ميتوكلوبراميد او كلوبرازين. اذا شنو نعطيها؟ الاوندوسترون، هذا اكثر واحد امن، اسمه التجاري زوفران، هذه 8 ملغرام تمام، او اسم ثاني الى نون فوميتنج، هذا اكثر شائع للحامل وحتى سيف للاطفال تمام. ونط وياه فيتامين بي 6، هذا ايضا يساعد في عمليه اللعبان نفس تمام، يمنع اللعبان نفس تمام. فاذا جتنا حامل نقدر تعطيها الدومبرادون، افضل واحد اوندسترون اللي هو زوفران او نون فوميت تمام. خلصت محاضرتنا، محاضرتنا جدا بسيطة، عرفنا منو اللي نطي للأطفال، منو اللي ما نطي، منو أخطر واحد، منو إذا أجانا شخص تلعب نفسه من السفر شنو نطي. المحاضرة جدا بسيطة، أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.